انضم إلي مباشرة من بغداد العقيد رحمن حسين، مدير إعلام مديرية الدفاع المدني. سيادة العقيد، مساء الخير. مسلسل الحرائق في العراق على ما يبدو حلقاته تطول، وقد فاقت حتى حلقات المسلسلات المدبلجة، آخرها ما جرى في بابل احتراق المستشفى التركي. لو استعرضنا سيادة العقيد أولا حصيلة النصف الأول من العام الحالي لعديد الحرائق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية طيبة لجنابك ولكافة العاملين بإذاعة حياك الله قناة التغيير. اليوم الساعة 923 تم إخبارنا بوجود حادث حريق في مستشفى الإمام الصادق في محافظة بابل، وعلى الفور وتم استنفار كافة منتسبي الدفاع المدني في محافظة بابل وعلى رأسهم قيادات المديرية، والانتقال إلى المستشفى، وتم بعملية خاطفة سريعة جدا لم تستغرق سوى دقيقتين. تم إخماد الحادث بأحد الأجهزة الطبية في الطابق الأول قسم الأورام. طبعا هذه المستشفى تم تأشير عدة مخالفات بشروط الوقاية والسلامة، وتم إخلاء ما يقارب 250 نزيل في المستشفى بتعاون مع الكوادر الطبية وفرق الحماية الذاتية ومنتسبي مديرية الدفاع المدني. الحادث لولا سرعة الوصول في أبطالنا في محافظة بابل، دفاع مدني بابل، طبعا كان توسع الحادث وانتشر فيه، ولكن سرعة الوصول تمكننا من إخماد الحادث بوقت قياسي جدا. نعم. طيب سيادة العقيد، يعني لا أعلم إذا ما كنت تملك حصيلة ربما لحوادث العراق التي مرت بالبلاد في محافظاته المختلفة خلال الستة أشهر المنصرمة. نعم. النصف الأول من العام الحالي. تفضل. نعم، طبعا مقارنة مع النصف الأول من عام 23، كان النصف الأول في عام 23 10697 حادث، أما النصف الأول من عام 24 7098 حادث بانخفاض 33.6 بالعشرة. هذا يعزى إلى الحملة الكبيرة التي أمر بها السيد وزير الداخلية والسيد مدير الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علي بتكثيف الكشوفات وتكثيف وإحالة المخالفين قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013، انخفاض بنسبة 33.6 بالعشرة. نعم. جيد. طيب هذا فيما يتعلق حصيلة أعداد الحرائق. إذا ما كنت أو كنتم تملكون في المديرية حصيلة لضحايا هذه الحرائق والحوادث أو حتى المصابين، سواء كانوا مواطنين أو حتى منتسبين في مديرية الدفاع المدني. طبعا حصيلة يعني أغلب الحوادث التي حصلت سواء في بغداد ومحافظات هي بدون خسائر بشرية، فقط مادية. هناك يعني الحوادث حاليا الدفاع المدني أسوة بباقي صنوف الداخلية، هناك بعض الإصابات، بعض الاختناق، أغلبها هي استنشاق الأبخرة والنواتج الحريق، يعني لسبب اندفاعهم و حرصهم الشديد على إنقاذ الأرواح والممتلكات. أغلب هذه الإصابات هي الاستنشاق الأبخرة الناتجة عن الحوادث. طيب. أما بالنسبة للحوادث التي حدثت أغلبها بدون حوادث بشرية، يعني بدون خسائر بشرية، والحمد لله. وهذا ما نعم. نتمناه دائما. لكن بعد عن نسبة المسببات مما كان مفتعلا أو عرضية، طبعا نسبة يعني 51% من أسباب الحوادث هي التماس الكهربائي، يعني وباقي النسبة تتوزع بين الإهمال وبين عبث الأطفال وبين المتعمد وبين القضاء والقدر. يعني دائما نؤكد على سواء كانت الدوائر الدولة أو القطاع الخاص، نؤكد بصيانة الأجهزة الكهربائية من أسلاك
من بوردات، اختيار المنشأ الجيد، الأسلاك المتدلية المتهالكة، هذه كلها لازم تكون مسؤول عليها مدير الدائرة وحسب المادة 35 من قانون الدفاع المدني ل 2013. يتحمل مدير الدائرة أو رئيس المنشأة المسؤولية أو المساءلة القانونية في حالة حصول حادث بسبب الإهمال. هذه المباني وبالأخص المباني المتعددة الطوابق يجب أن تكون صيانة شهرية لمسالك الكهرباء، للأجهزة، اختيار المناشئ الجيدة ولا سيما المستشفيات. يعني احنا نلاحظ بعض المستشفيات السقوف الثانوية من البلاستيك أو الأليكابوند أو بناء السندويتش، طبعا هذه كلها ممنوعة ومخالفة مخالفة لقانون الدفاع المدني 44 لستة 2013. احنا في يعني لحد تقريبا لحد 1/27/6 تم إحالة 1832 مخالف إلى جلسة الفصل. جلسة الفصل هي محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني تنظر بمسببات والمخالفات التي يتم تثبيتها من قبل ضباط الدفاع المدني ومراكز الدفاع المدني. وتم إحالة يعني هناك بعض المشاريع لم تستجيب لنداءات الدفاع المدني أو كشوفات الدفاع المدني، ولم تتثب بالحضور إلى جلسة الفصل. جلسة الفصل نناقش مشروع، نفتح الملفات وصاحب المشروع يكون أمامنا ونناقش المشروع عن أسباب عدم توفير إجراءات الوقاية السلامة. تم إحالة إلى محاكم الجنح 515 حالة. يعني صاحب المشروع نكشف له مرة ونكشف له مرة ثانية ونقول له احضر الى جلسة الفصل، ما يمتثل. هذا اهمال وتقصير كبير جدا، ويحال راح يكون وجه بوجه الى القانون ويكون تحت مساءلة القانون. نعم. اذا ما كانت مستشفيات ومباني حكومية لا تلتزم بشروط الوقاية والسلامة، وذكرت قبل قليل ربما ان سبب حريق مستشفى بابل كان بسبب مخالفته لشروط السلامة، فما بالك بالمواطن العادي؟ لكن هنا هل هناك فرق ربما جوالة تتعقب هذه القضية وتزور المباني وتتأكد من توفر شروط السلامة، وهذا ما وجهت به الداخلية ربما منذ حريق الحمدانية العام الماضي؟ نعم أستاذي العزيز، نعم هناك كل ضابط المركز أو المسؤول على الرقعة الجغرافية يقوم بمسح ميداني لكافة دوائر الدولة أو المنشآت الخاصة أو المنشآت المختلطة ذات القطاع المختلط، يكون مسح على هذه الدوائر وهذه المنشآت والمعامل والمصانع وحتى رياض الأطفال والمدارس. يتم تثبيت ما يتم تثبيته من متطلبات الوقاية والسلامة ويثبت به مخالفات. يعني صاحب المشروع يجب أن يوفر هذه الإجراءات التي تكون يعني جزء كبير من سلامة المواطن والمنتوج، ويعتبر اقتصاد بلد هذا يعني. وأيضا نقول له هذه المخالفات يجب إزالتها خلال فترة معينة، وإذا ما يتم إزالتها راح يحال إلى جلسة الفصل، وإذا ما امتثل إلى جلسة الفصل راح تقام عليه دعوة في محكمة الجنح ويكون بمواجهة القضاء. هذه الإجراءات يعني هي طبيعية جدا، وهي لسلامة، أولا لسلامة المواطن، وثانيا لسلامة الممتلكات الخاصة والعامة. احنا نلاحظ مثلا المتاجر الكبيرة، المولات الكبيرة، البورصات الكبيرة، يعني يجب يعني توفير ولو الحد، يعني محل المفروض يوفر مطفأ، صيانة الكهرباء، معرفة رقم الدفاع المدني اللي هو 115. يعني في احدى الجولات الموظف ما يعرف رقم الدفاع المدني، هذه يعني احنا عندنا حملة كبيرة جدا، حملة توعية بتوزيع بوسترات وقامت برامج ولقاءات وموظفي الدولة على توعية مفاهيم الدفاع المدني. وأول مفهوم جداً للدفاع المدني هو
رقم الدفاع المدني المجاني اللي هو 115. عزوت سيادة العقيد معظم مسببات الحرائق في العراق إلى التماس الكهربائي، لكن بعض التحقيقات أشارت إلى أن هناك أياد خفية وهناك حرائق كانت بفعل فاعل، ربما أبرزها في مستشفى بمحافظة النجف قبل حوالي شهر ومستشفى الشعب ببغداد قبل أقل من هذه المدة الزمنية. ماذا عن عمليات التعقب؟ هل وصل إلى الجنات؟ طبعا تم يعني مستشفى النجف ومستشفى الشعب، يعني كانت حادث بسيط في مستشفى الشعب، غرفتين في وهي قيد الإنشاء، ومشروع يعني تقريبا 95% تم إنجازه، وهنا يتدخل خبير الأدلة الجنائية ويكون تحديد السبب من قبل خبير الأدلة الجنائية. في مستشفى بمحافظة النجف وتم يعني إخلاء ما يقارب 41 طفل خدج بحركة وسرعة كبيرة جدا من أبطالنا في محافظة النجف. أيضا هناك تقارير، يعني احنا من نشوف حادث وغير مرئي نطلب أولا المركز الشرطة اللي بالمنطقة نستعين به لفتح دعوة قضائية، ونستعين أيضا بخبير الأدلة الجنائية. هذه الثلاث جهات راح يكون تقرير وتكون مسببات الحادث. نعم. كل التوفيق لكم في مواجهة باب جهنم المفتوحة على العراق في هذه الأيام. العقيد رحمن حسين مدير أعلام مديرية الدفاع المدني، كنت معي من بغداد، شكرا جزيلا لك.